نتابع حالة في البصرة. من أحد تقاطعات واحدة من أغنى مدن العراق، يظهر في هذا المقطع مجموعة من الأطفال الباعة المتجولين في أحد شوارع مدينة البصرة، ويتحدثون عن معاناتهم وطريقة تعامل أفراد الشرطة معهم، فلنشاهد. ما تخليني. ايش بيهم الشرطه وياكم؟ والله احنا نشتغل على باب الله، والتقاطع ما يخلي الشرطه ما يخلونا نشتغل. يقولون نروح نقول لهم احسن نشتغل على عيشتنا، ويقولون تبجدون لو تبيعون. كم جاك؟ 6 سنين. نقول لهم احسن نمددين على واحد احسن نروح نبوق. يقولون روح بوق وروح سبوق. الشرطه هم الشرطه. يا مكان هذا يا مكان. لا سووا لنا رواتب على والدي بعد اللي يطلع التقاطع. شو اسمه؟ ما تجاري. تقاطع التجارة. تقاطع التجارة. سوينا وراتب على الوالد اللي يطلع بعد التقاطع. انتم طلاب؟ اي احنا كل احنا طلاب. طلاب وبالعطل تشتغلون؟ بالعطل نشتغل. مثلا الصبح نطلع العصر. الله يسلمك. التقاطع ما يخلون نشتغل. شكرا حبيبي، شكرا.